ضربات انتقامية وموجة عنيفة من الطائرات المسيرة هذه المرة قادمة من أوكرانيا تجاه العاصمة الروسية موسكو للمرة الأولى على الإطلاق منذ انطلاق الحرب الروسية الأوكرانية والعملية العسكرية الروسية وانطلاقها في 24 من فبراير من العام الماضي. وطبعا هذا الأمر أكدته العديد من المصادر مثل The Guardian مثل البي بي سي وغيرها، وجاءت لقطات الطائرات المسيرة الأوكرانية صباح هذا اليوم وهي تحلق باتجاه العاصمة الروسية موسكو بهذا الشكل الذي ترونه، وكان الجميع يصور، كان هنالك حتى تصدي لهذه الطائرات المسيرة بكل نجاح من المنظومة الدفاعية الروسية. ولكن طبعا كان السؤال الأكبر ما هي هذه الطائرات التي تستخدم من قبل الأوكرانيين، وهذه كانت واحدة من اللقطات من المقطع الأخير الذي شاهدناه الآن، ونلاحظ بأننا أمام طائرة بشكل مميز للغاية. هذا النوع من الطائرات يشبه نوعا ما طائرات المسيرة الإسرائيلية من نوع هاروب التي ترونها، ولكنها ليست متطابقة نوعا ما، التصميم نفس التصميم ولكن لا تطابق أبدا. ومع ذلك إن كانت هنالك لقطة من اتجاه آخر توضح نوعا ما أن الطائرة فعلا مختلفة عن طائرات الهاروب الإسرائيلية، وكما نلاحظ أن نوعا ما ظهر هذه الطائرة أو ظهر مقدمة هذه الطائرة تأتي نوعا ما بهذا الشكل، وطبعا الأجنحة هكذا بهذه الطريقة، وبالتالي نحن أمام هذا الشكل المميز من هذه الطائرة كما نلاحظ. وهذه الطائرة هي في حقيقة الأمر من الطائرات التي طورتها القوات الأوكرانية المسلحة مؤخرا، وهي من نوعية طائرات بيفر التي ترونها بهذا الشكل، وهذا النوع من الطائرات يأتي بجناح طويل إلى الخلف وجناح في المقدمة بهذا الشكل، وكذلك أيضا تأتي نوعا ما بهذا الشكل المميز، وهي تحمل واضح جدا كمية لا بأس بها من TNT والمواد المتفجرة بهذه المساحة التي تتمتع بها. حتى كانت هنالك لقطة لإحدى هذه الطائرات وهي تسقط على إحدى النقاط الموجودة القريبة في المساحات المفتوحة من موسكو، انفجار كبير. هذا يوضح بأننا قد نكون أمام 30 كيلوغراما حتى من TNT محشوة في هذه الطائرات المسيرة التي نلاحظها الآن. والسؤال هنا، من أين جاءت هذه الطائرات المسيرة يا ترى؟ دائما ما نسمع عن هذه القصص وبعد ذلك يتبين بأنها مجموعة في داخل روسيا، انطلقت من داخل روسيا على نقاط في روسيا، مثل ما حدث في الضربة على الكريملين التي جاءت عنها الكثير من القصص والتسريبات. ولكن إذا ما أخذنا هذا الفيديو الذي ركزنا عليه الآن قليلا مع هذه الطائرة وهي تحلق بهذا الشكل، كانت هنالك عددا من الصور أو لقطتين من هذه الصورة توضح نوعا ما طبيعة هذه المنطقة. فنحن سنلاحظ بأننا أمام سقف لمبنى رمادي كما نلاحظ، مبنى كبير لا بأس به، مع نوع من الجراجات أو حتى المخزن، هذا جراج وهذا مخزن طبعا، وأشجار على ما يبدو بأنها متصلة بعضها ببعض، سنلاحظ هذا الأمر في الصورة الثانية، وأيضا شجرة هنا، وطبعا واضح بأننا أمام طريق. وإذا ما اتجهنا أيضا وسنلاحظ أن المباني أيضا في الخلف نوعا ما، السقف وسقف المباني في الخلف يأتي باللون البني، وهذه مسألة مهمة للغاية لأن اللقطة الثانية ستوضح لك بأننا أمام مبنى سقفه بني وأيضا يأتي مميزا في طبيعة تصميمه بهذا الشكل، وواضح بأن خلف هذا المبنى أشجارا متصلة قد تمت زراعتها بهذا الشكل، وهذه مسألة مهمة، وأيضا بعض الأشجار والزراعة والشكل المميز أمام هذا المبنى الكبير الذي نلاحظه الآن. بالتالي نحن أمام نوع من العلامات، مع حقيقة أن من صور هذا المقطع قال بأنه موجود إلى غرب موسكو في منطقة يطلق عليها كراسنغورا، وكذلك بأنه ذكر بأن المنطقة اسمها إلينسكا وإلينسكا أوسوفا، هذا هي المنطقة اسم المنطقة الموجودة في كراسنغورا. وبالتالي أيضا كانت هنالك لقطة أخرى لمبنى آخر يبدو أيضا مميزا بهذا الشكل، وأيضا أن هنالك طريقا ومساحة مفتوحة بعد هذا الطريق، وكانت هنالك لقطة لطائرة مسيرة وطبعا تتصدى لها الدفاعات الروسية بكل نجاح. وبالتالي وعلى هذا الأساس إذا ما اتجهنا إلى موسكو، هذه هي موسكو، هذه هي غرب موسكو وتحديدا كراسنغورا، دعونا نقترب
من كراسنوغورا إلى إلينسكا أوسوفا التي تحدثنا عنها. سنلاحظ بأن إلينسكا أوسوفا تأتي هنا، هذه إلينسكا أوسوفا بأكملها، وإذا ما بحثنا عن طبيعة المنطقة التي تتواجد فيها المباني بالسقف البني سنلاحظ في هذه المنطقة أن هنالك العديد من المباني المميزة بهذا اللون البني الذي تلاحظونه، مع زراعة تأتي بهذا الشكل لأشجار متصلة، وهذا يوضح بأن يبدو بأن المنزل والمنزلين التي نبحث عنها باللون الرمادي والبني تأتي بهذا الاتجاه، ولذلك يجب أن نبحث وأن نبدأ بالبحث بهذا الاتجاه لكي نحاول أن نجد هذا المنزل ونتأكد هل فعلا الطائرة تحلق هنا كما تحدث من يصور هذا المقطع. وعلى هذا الأساس إذا ما اتجهنا إلى هذه النقطة الآن لا شيء متشابه، نبحث عن مبنى رمادي وأيضا مبنى سقفه بني، وهنا بالتوقف بهذا الاتجاه تحديدا ستلاحظ بأنك أمام هذا السقف البني وهذا السقف الرمادي، مبنيين متصلين، وأيضا سنلاحظ بشكل مثير للغاية بأننا أمام هذا الجراج وهذا المخزن الآخر مع الطريق، يعني هنالك تطابق نوعا ما لطبيعة ما لاحظناه. وإذا ما اقتربنا الآن من هذه المنطقة في إلينسكا أوسوفا ونحاول أن نقوم بالتفافة على مسافة 180 درجة لكي نتأكد من العلامات التي لاحظناها، سنلاحظ نعم نحن أمام نفس العلامات تماما التي تحدثنا عنها من المباني التي رأيناها، هذا هو المبنى البني طبعا بكل صراحة وبكل وضوح، وهنا نلاحظ أن كل شيء متطابق، وهذا هو المبنى طبعا الرمادي الذي تحدثنا عنه، حتى الشجرة واضحة هنا ومع الطريق، إذن كل شيء متطابق، وهذا يوضح أن الطائرة المسيرة التي تحدثنا عنها ألا وهي من نوع بيفر الأوكرانية بعيدة المدى كانت قادمة بهذا الاتجاه، وهذا يعني أن التصوير كان يأتي عبر الشارع من المبنى الذي يأتي مقابلا لهذا المبنى الذي سقفه طبعا بني، أي من هذا المبنى تقريبا وبكل تأكيد هو الذي كان يصور. وعلى هذا الأساس فعلا أن الطائرة كانت متجهة إلى غرب موسكو، وأيضا المبنى الثالث الذي أشرنا له يأتي قريبا بشكل مثير للغاية، مبنى متطابق تماما معه هنا، لنلتف قليلا إلى الشمال الآن ونحاول أن نقترب من هذا المبنى، وستلاحظ بأننا أيضا مرة أخرى أمام نفس المنطقة ونفس المبنى الذي أشرنا له مع هذا الطريق والمساحة المفتوحة، وكان الانفجار طبعا في فوق هذا المبنى. إذن على هذا الأساس هذا يوضح بأننا أمام طائرتين مسيرتين من مجموعة الطائرات، وهي تهاجم من هذه المنطقة تجاه موسكو، أي من غرب موسكو، وبالتالي هذا هو الطريق الذي كانت قادمة منه هذه الطائرات المسيرة. وعلى هذا الأساس إذا ما ابتعدنا وأخذنا هذا المشهد من أوكرانيا، من الأراضي الأوكرانية، من أين انطلقت الطائرات وكيف جاءت هذه الطائرات، سنلاحظ ببساطة بأننا تحدثنا عن هذه المنطقة، وهذا يعني أن هذه الطائرات كلها جاءت بهذا الشكل وقامت بالهجوم على مناطق حيوية وخطيرة. عندما نتحدث عن غرب موسكو فهنالك مناطق مهمة للغاية قد اتجهت باتجاهها هذه الطائرات المسيرة، وطبعا التفاصيل التي نشرت من قبل الجارديان وحتى وكالة رويترز أكدت بأن الطائرات التي استخدمتها أوكرانيا هي كانت عبارة عن 8 طائرات بالضبط، وأن 5 طائرات من هذه الطائرات التي اقتحمت الأراضي الروسية ووصلت إلى موسكو كانت قد استهدفت بكل نجاح من قبل الدفاعات الروسية، أسقطت طبعا من قبل الدفاعات الروسية 5 من هذه الطائرات، و3 من هذه الطائرات تمكنت روسيا من خلال منظومات إلكترونية خاصة في مواجهة الطائرات المسيرة من إسقاطها أيضا، وبالتالي هذه الطائرات المسيرة لم تحقق أهدافها، ولكن نحن أمام هجمة كبيرة بالطائرات المسيرة مباشرة، هي أول مرة تحدث بهذا الشكل، وسبق طبعا لفلاديمير بوتين الرئيس الروسي أن حذر أوكرانيا وحذر الناتو والعالم بأكمله من القيام بمثل هذه الهجمات، ومن يصدق بأن الآن موسكو تتعرض لهجوم بالطائرات المسيرة بهذا الشكل وإن كانت الدفاعات حاضرة، وبالتالي قد نكون أمام تصعيد كبير، وردة الفعل من قبل بوتين هنا قد تكون كبيرة للغاية بسبب هذا الهجوم. وهنا قد يتساءل البعض لماذا الأوكرانيين تجرؤوا لكي يقوموا بهذا الهجوم ويخاطروا مع روسيا النووية التي من المو
ممكن أن تفاجئك بأي هجوم خطير تجاه حتى العاصمة الأوكرانية كييف. في حقيقة الأمر هذا الهجوم ليس مستغربا، فكان هنالك تحذيرا من قبل هذا الرجل ألا وهو بودانوف رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية. يوم أمس هذا الرجل كان واضحا وقال بأننا سننتقم وسنرد على الهجمات الكثيرة التي قامت بها روسيا على العاصمة الأوكرانية كييف بالطائرات المسيرة. فطبعا بالنسبة لروسيا هاجمت بطائرات شاهد 136 المفخخة في اليوم 28 وهو يوم كييف، يوم يحتفل به الأوكرانيين، يوم مهم جدا، يوم وطني مهم جدا. استخدمت طبعا بالنسبة لروسيا 59 طائرة من هذه الطائرات في ذلك اليوم. وأيضا يوم أمس استخدموا صواريخا وطائرات مسيرة في 29، بل إن اليوم أيضا كنا أمام هجوم كامل بالطائرات المسيرة الإيرانية بهذا الشكل. 31 طائرة تمكنت المنظومات الدفاعية الأوكرانية من إسقاط 29 طائرة من هذه الطائرات طبعا، وبالتالي كانت هنالك أيضا أضرارا. وإن كانت المنظومات الدفاعية تسقط هذه الطائرات إلا أن الأضرار على المنشآت المدنية في أوكرانيا في كييف تحديدا والتركيز على العاصمة كان حاضرا، وعلى هذا الأساس قام الأوكرانيين بالهجوم الذي تحدثنا عنه الآن. وطبعا بشكل مثير هذا الهجوم الأوكراني هو يأتي متزامنا مع إعلان من قبل الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الذي قال بأننا اتفقنا وقمنا باجتماع على أعلى المستويات، واتفقت أوكرانيا واتخذت قرارا في تاريخ الذي ستنطلق فيه أو سينطلق فيه الهجوم المضاد الأوكراني. بالتالي الجميع ينتظر متى هذا التاريخ لا نعلم، ولكنه أعلن رسميا بأنه اتخذ القرار للقيام بهذا الهجوم. بالتالي نحن أمام تصعيد خطير بين الطرفين الآن، حرب مسيرات كبيرة، حرب على الأرض كبيرة، متطلبات وسقف المطالب بدأ يرتفع من قبل روسيا ومن قبل أوكرانيا، وبالتالي هذه الحرب لا تعرف طريقا للتخفيض أبدا. وهذا هو الذي قد يوضح ويوضح لنا أيضا بأن الأمور قد تنتهي نهاية هذا العام. فعلى الرغم من هذا التصعيد الذي نراه يبدو أن ما بعد الهجوم المضاد ستكون نهاية الحرب قادمة بحسب صحيفة لا ريبابليكا الإيطالية التي ترونها هنا، التي نشرت في 24 ساعة الماضية تفاصيلا مثيرة للغاية عن مصادر خاصة تحدثت بأن كان هنالك اجتماعا في جي 7 مجموعة الدول السبع في هيروشيما، تم فيه مناقشة بأن علينا إنهاء هذه الحرب في ديسمبر نهاية هذا العام قدر الأمكان، وذلك لأسباب مهمة للغاية، لأن الموارد الأوروبية وموارد الولايات المتحدة الأمريكية على المستوى العسكري السياسي المالي تستنزف في هذه الحرب. وليس واضحا ما إذا كانوا الناخبين أساسا أو المواطنين الموجودين في إيطاليا، في الولايات المتحدة الأمريكية، في ألمانيا، إن كانت هذه الدول أساسا أو المواطنين سيستمرون في دعم مسألة دعم أوكرانيا في الحرب الروسية الأوكرانية، لا يعلمون ولا ضمان في هذه المسألة. على هذا الأساس قالوا بأننا في ديسمبر سيكون هنالك اجتماع لمجموعة الدول السبع، وحاولوا الآن وقدموا وطلبوا من أوكرانيا أن تفكر في مسألة مهمة، هي أنك يا زيلينسكي عليك الآن نوعا ما التخفيض من مطالبك في مسألة إنهاء هذه الحرب مع روسيا. وطبعا واحدة من أهم المطالب التي يعمل عليها زيلينسكي هي أنه يريد أن من القوات الروسية أن تنسحب بأكملها إلى أراضيها، كل القوات التي تقدمت بهذا الاتجاه تقريبا، بل إنه أيضا يفكر وكان واضحا بأنه لا يريد فقط استعادة هذه المناطق، وأنه أيضا يريد التقدم إلى شبه جزيرة القرم واستعادتها التي فقدوها في عام 2014. هذه مطالب كبيرة وثقيلة للغاية طبعا، وبالتالي هم يريدون منه أن يخفف من مطالبه قليلا، وسيقدمون له ضمانات عديدة. واحدة من الضمانات هي ضمانات دفاعية منيعة ستتمتع بها كييف إن خفضت من مطالبها وأنهت هذه الحرب، وكذلك إن في ديسمبر ستكون هنالك عمل وسيكون هنالك عملا على ضم طبعا كييف إلى الاتحاد الأوروبي، بل أيضا فتح مجلس مهم وهو مجلس الناتو أوكرانيا كما أطلقوا عليه، بأن أوكرانيا من حقها الآن أن تجتمع مع دول حلف الناتو. وأيضا في نفس الوقت أنه سيتمتع بحصانة كبيرة على عكس
بدء الحرب ما جرى في عام 2014 أو حتى جرى العام الماضي بداية العام الماضي من بدء هذه العملية العسكرية. وبالتالي أنت أمام فرصة يا زيلنسكي للأخذ بهذه التفاصيل التي ذكرناها لك بحسب لا ريبابليكا طبعا الإيطالية التي نتحدث عنها الآن. ولكن أيضا في نفس الوقت ما ذكر هنا بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن هنا يريد الاستعداد للانتخابات القادمة في نوفمبر العام القادم، فهذه الانتخابات قد لا ترحم أحدا إذا ما استمرت هذه الحرب الروسية الأوكرانية وتتحول إلى نقطة ضعف بالنسبة له، خاصة وأننا الآن لسنا أمام دونالد ترامب بأنه قد يكون هو المتحدي الأكبر بالنسبة لجو بايدن، لا أبدا، بل أننا أمام رون دي سانتز الذي أعلن ترشحه الآن لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، وبأن أي واحد منهم وتحديدا حتى رون دي سانتز قد يؤدي بشكل كبير ضد جو بايدن في هذه الانتخابات القادمة. سنرى ما الذي سيحدث بكل تأكيد، ولكن بايدن يريد التركيز على هذه المسألة ولا يريد إبقاء الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة كنوع من الضغط عليه وكنقطة ضعف كما حدث مثلا مع فيروس كورونا مع دونالد ترامب تحديدا وخسر هذه الانتخابات. وأيضا في نفس الوقت أنه منتبه ومنتبه الإدارة الأمريكية بأن روسيا تريد توسيع رقعة الصراع، فهذا الرجل الذي ترونه أمامكم وهو عقيد في القوات الخاصة الروسية السبيتناس تحديدا، هذا الرجل جاءت التقارير واضحة من العديد من الأوساط إن كانت الغربية وحتى الروسية تحدثت بأن هذا الرجل قد قتل في سوريا بين 25 و26 من مايو الحالي. وطبعا جاء موقع رايبر الذي ترونه الروسي ونشر تفاصيل مثيرة للغاية ونشر هذه الخارطة التي ترونها للأراضي السورية والتي أكدوا إن هذه المنطقة تحديدا التي ترونها المقربة هنا من منطقة السخنة الموجودة في سوريا بأن هنالك قاعدة كان يتواجد هو فيها مع ما يقارب 40 أو 50 ضابطا من القوات الروسية في تلك المنطقة، قد تعرضوا إلى هجوم كبير في تلك المنطقة. وطبعا بحسب فرانس 24 هذه المنطقة لكي نتأكد بأن هذه المنطقة مليئة بخلايا تنظيم داعش الإرهابي هنا بالقرب من السخنة، وبالتالي إذا ما اقتربنا من هذه المنطقة التي حددها موقع رايبر الروسي، وهذه مسألة مرتبطة طبعا بالنسبة للولايات المتحدة وستعرفون هذا الأمر بعد قليل، هذه هي السخنة، سنقترب من هنا، هذه القاعدة التي تتحدث عنها روسيا في هذه المسألة وتتهم الولايات المتحدة بأنها كانت خلف هذه القضية تحديدا. فبالتالي الذي ذكر هنا بأن هذه هي القاعدة التي ترونها هنا، هي قاعدة ليست بالكبيرة، قاعدة صغيرة، قالوا بأنها تعرضت إلى هجوم من جهتين من تنظيم داعش الإرهابي من قبل 150 عنصرا من اتجاهين بهذا الشكل. وطبعا تنظيم داعش معروف أن طريقته يستخدم عادة سيارة مفخخة في البداية لكي تضرب البوابات، وبعد ذلك يحققون الاقتحام الذي يريدونه ويقومون بعملية الاقتحام الخطير، هذه الطريقة التي اعتدناها من هذا التنظيم الإرهابي، وبالتالي هو بمثل هذه العملية قد قتل. وطبعا بالنسبة للقوات الروسية والروس وموقع رايبر يتهم الولايات المتحدة الأمريكية بأنها هي من سمحت بهذه المسألة لأن تحدث بهذا الشكل، لأنهم يرون أن الروس ينسحبون من سوريا، يريدون أن يقللون ويضغطون على الروس في سوريا ويقللون من نفوذهم في الشرق الأوسط، وبالتالي يضعون اتهامات كبيرة بأن الولايات المتحدة تتعاون مع داعش وتسمح لمثل هذه العمليات أن تحدث بهذا الشكل الخطير. المثير بهذا الأمر أن القصة التي نشرتها رايبر لا تتفق معها العديد من المصادر، على سبيل المثال نيوزويك الأمريكية قالت بأنها كانت مجموعة تخريبية هي التي قامت بهذا الهجوم وليس تنظيم داعش الإرهابي، بل أن المرصد السوري لحقوق الإنسان قال بأن هيئة تحرير الشام هي التي قامت بهذه العملية ولم تكن في السخنة وإنما كانت في اللاذقية، بريف اللاذقية الشمالي بقصف من هيئة تحرير الشام، أي أن هذا العقيد الروسي لم يكن أساسا موجودا في تلك المنطقة، ولكن هذه أعلى رتبة لقائد روسي يقتل في سوريا بهجوم مباشر بهذه الطريقة، ولذلك ويعتبر حدث مختلف عن أي حدث ممكن أن تشهده سوريا رغم كل الأزمات التي تشهدها، وبالتالي الاتهام يذهب إلى الولايات المتحدة في هذه المسألة. على هذا الأساس الحرب تتوسع، هل ستنتهي؟ هل سينجح الأوكرانيين؟ وما بعد؟ وما الذي سيأتي بعد الهجوم الذي قاموا به الأوكرانيين على العاصمة الروسية موسكو؟